مرحبا شباب، يعطيكم العافية. كم نايت في لعبة ديسن. اليوم راح أتكلم عن موضوع تايتن ثاندر كراش، شلون تعبي طريقة سريعة مع الإكزوتيك والتغيير، الإضافة لبلد البروزماتيك والتحول ماله والمليات والشغلة. خلونا نشوف شو الموضوع عشان نعرف. أول شيء في البداية، في عندنا طبعا جست تايتن كريسس أوف ذا فولينج ستار، طبعا وايد حلو. الثاندر كراش مالك راح يكون إنكريز ماله عالي، دمج على الاز والتارجت اللي قدامك، بالاضافه الى طبعا ريزيست رايح وشك فول امباكت راح يكون ريزيست وايد شيت عندك عالي، بالاضافه الى الميل فاينل بلو. اذا كنت انت بالامبليفايت وانت قاعد تركض ويكون عندك الارض شغاله اللي هو الامبليفايت على اليسار، راح يكون في عندك السوبر على اي ميلي تعبي لك الانرجي مال السوبر مال الثاندر كراش، بالاضافه لاي سلاح تقدر تستعمل، ثاندر لورد او اي من الاسلحه اللي انت تقدر تحتاجها. نروح حق البروزماتيك عندك ثاندر كراش راح يكون السوبر، بالاضافه الى الداش يستحسن اللي يكون عندك مالت التايتن، بالاضافه الى الميليات مالت الاستراند، بالاضافه الى الجرنيد حق الجرابل على اساس تقدر تاخذ راحتك والخصوم تكون متعلقه وتقدر تنحاش على راحتك، بالاضافه الى طبعا مالت الميليات السلر ومعها الكيك اوت حق الرينج الميلي، وبنفس الوقت الدمج وهيل بنفس الوقت شويه ييلك ريستور هيل من الامبليفايت ايضا راح يحوشك بنفس الوقت ما تذبح انت اللي قدامك. في الفراجمنت عندك الارك سلر فويد علشان الداركنس يتعبه اللي هو التحويله مالت التحول، بالاضافه الى ريزيست عالي عندك من الخصوم اللي تكون حولك اذا كنت محاصر، بالاضافه الى اي ضربات باللايت دمج راح يكون في عندك الميلي يتعبه، اي دارك راح يتعبى عندك الجرنيد، عندك الميلي راديونت عشان يحوشك دمج زياده، بالاضافه الى طبعا لا تنسون ان لك انت طبعا وربعك بعد اذا سويت فاين بلو ميلي راح يعطيك ايضا اللي هو لك انت ويا ربعك اللي هو راديونت، وعندك الميلي هيل ريزركشن طبعا ايضا وانت قاعد تسوي ميلي تقدر تهيل، وانت بتحول ايضا تقدر تهيل والريزركشن حقك انت ايضا ويا ربعك، فهذه وايد حلوه ككومبينيشن لك انت مع الميليات مع الاسبكت مع السوبر غير الجست اللي انت قاعد تستعمله. خلينا نشوف شنو الارتفكت اللي احنا نحتاج. بالارتفكت راح نحتاج له بما احنا في الجراند ماستر في عندنا سكور، راح يكون عندنا دمج عالي على السكور هني عندك، هذه وايد مفضله تكون زينه ومهمه، بالاضافه للفينشرات المطابقه للسوبر عندك على اساس انك تعطيك اللي حق الريزيست ايضا والدمج، وفي نفس الوقت عندك الفينشر حق الاليمنت اللي يكون ترابط مع السوبر مالك اساس يعطيك اللي هو الاليمنت الخطوط البيضاء او البنفسجيه وخلافه. تقدر تستعمل ايضا هذين الثنتين ارك على اسلحتك عشان تسوي جور وتكهر ما بينهم وبين بعض عشان يعطيك الانجليز اللي هو الخطوط هذه البيضاء اللي تجيك مالت الارك، بالاضافه الى اي ارك بريسيشن هيت راح يعطيك اللي هو طبعا ارمر تشارج غير البلايند طبعا. اذا في احد قاعد يستعمل الستيتس ممكن يعطيك شاردات تاخذ الكلاسبيلتي يتعبى عندك او فويد برانش بنفس الوقت عشان تاخذ اللي هو يعبي لك الميلي. يعني طبعا هذه نهاية الموضوع كله يا جماعة الخير. المطلوب منك عندك اللي هو الريزيلينز 100، عندك ريكفري وعندك طبعا ديسبلنت. نية على طبعا الهلمت. الهلمت عندي دبل ميلي على اساس انه يعطيني تعبية للسوبر، بالاضافة الى الميلي على اساس انه يعطيني كلاسابيلتي اي ميلي ادمج فيها يعطيني الجرنيت، بالاضافه الى الميلي ادمج فيها واذبح فيها راح يطلع لي طبعا ارباط في الصدر اي ريزيستنت تحتاجه، بالاضافه الى واحده من هذه مالت الشيدات على اساس انك تاخذ افكت زياده تحمل من الدمج بعد السوبر، بالاضافه للرجل راح يكون عندك ارباط حق الميلي وارباط حق الجرنيت، ارباط كلاسبيلتي حق كل الارباط اللي انت قاعد تاخذها، بالاضافه الى الكومداون حق الميلي كيكستار على اساس انه يجيلك استندد زيادة حق الكلاسابيلتي عشان تقدر تدوج على راحتك بسرعة، بالاضافة الى طبعا باور دريشن عشان تاخذ الارباط من الارض. طبعا جراند ماستر هالاسبوع هذا في عندنا طبعا اذا دمجت انت بالارك راح يعبيلك الخط البار اللي على اليسار الارك سريشن، طبعا راح يصير وايد وايد ممتاز اذا تعبى فل، راح يخلي السوبر والبيليات الجرنيت كله كول داون سريع راح يكون عندك. هذه طبعا ضافوها الحين صارت في الجراند ماستر عشان يسهل على الواحد ان يقدر يلعب على راحته. وصلنا جماعة الخير نهاية الفيديو، يعطيكم العافية، نراكم ان شاء الله على خير في مقطع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.